مرحبا بك شيكي بكم سادي. مرحبا. مقدم الإعلامي في قناة حنبال نصفر. مرحبا بك في حديث نصفر. مرحبا. مانيش لاعب ولا لكن من وجهة نظر إعلامية مقابلة تقعد ديما بالنسبة لنا تعرف معناتها وجهة نظر الإعلام معناتها مختلفة شوية. مقابلة تقعد ديما صعيبة، مقابلة ما تنجمش وما حتى واحد بنجم يقول شكون ينجم يعمل فيها سكور باهي، شكون يربح وشكون يخسر. ليتوال ماشية بافونتاج متاع ماتش الي 2-1. الأهلي المصري معناتها يسوفي كان نحكيو كورة يسوفي الأهلي المصري باش تربح على 0 وتتعدى الأهلي المصري. نجم الساحلي مطالب بالتعادل وإلا بالانتصار وتسجيل عدد معناتها أقل أكثر عدد ممكن من الأهداف. الآخر الكل ظروف متاع المقابلة سيسور ملعبيت لتوال عاشوهم 2007 في دور نهائي مجموعة كانت مغايرة بنسبة 90% خلينا نقول على توا باعتبار أنه فما زوز ملعبية بركة كانوا شاركوا في 2007 موجودين، حارس لتوال ليمن البلبولي والأتاكون لافون سنتر محمد أمين الشرميتي. فوالا دونك الامبيونس جينيرال باش تكون مش في استاد القاهره، بار كونتر 2007 كانت في استاد القاهره وكنت موجود شخصيا في ملعب القاهره في المقابله هذيك. كانت اجواء كبيره برشا، مشحونه برشا، تقريبا اكثر من 100,000 متفرج كانوا موجودين في الاستاد يشجعوا في الاهلي المصري في الوقت هذاك في ملعب القاهره. اليوم المقابله باش تكون في ملعب برج العرب بعيده في الاسكندريه مش في القاهره. ديما ظروف هذه تخدم النجم الرياضي الساحلي لانه طاقه الاستيعاب نتاع الملعب هذا أقل برشا من ملعب القاهرة، لكن الـ الأرضية والميدان والملعب بصفة عامة يشجع على أداء مقابلة متاع كرة قدم كبيرة، خاصة أنه فيه الظروف واحد من أحسن الملاعب الموجود في إفريقيا اليوم. والله تحذيرات متاع نجم الساحلي للدور نصف نهائي روتور هذا ما كانش معناتها فماش حاجة كبيرة، عملوا ماتش أميكال يدور لي كونتر نجم المتلاوي، مقابلة معناتها عادية من الفريق من البطولة الوطنية، ما فماش معناتها تحذيرات خاصة وكبيرة برشا في المقابلة للمقابلة هذه. يبدو أنه النجم الساحلي معناتها مستعد كما يجب على الأقل ذهنيا للمقابلة هذه. فنيا كما قلت لك الأهلي المصري ما يفوت النجم الساحلي بحتى شيء، النجم الساحلي مازال ما عمل حتى شيء للترشح والمرور للدور القادم، لكن التحذيرات يبدو أنها كانت معناتها في تربصات مغلقة. الفريق قعد في سوسة ما تنقلش ما بعدش على سوسة، تدريبات معدل فما يمات يدربوا معدل مرتين في النهار، فما يمات يدربوا مرة واحدة. كما قلت لك مقابلة ودية ضد فريق نجم المتلوي والنجم الساحلي انتصر عليه. تنقل المصر باش يكون نهار الجمعة، أكيد النجم الساحلي وقت اللي باش يوصل للإسكندرية باش يكون عمل تقريبا 90% ولا 95% من التحذيرات متاعه، والباقي باش يكمل يعدله في ملعب الإسكندرية. وبالتالي تحذيرات تبدو عادية لمقابلة يعتبروها ويحبوها المسؤولين متاع النجم الساحلي تقعد عادية، حبوش يكبروا المنافس الأهلي المصري أكثر من لازم. وزاد يبوف با زاد سوز استيمي معناتها الادفيرتير اللي يقعد واحد من كبار القارة الإفريقية. النجم الساحلي نبدأ بممثل كرة قدم تونسي، النجم الساحلي في رأيي أنه عنده نجم الساحلي في رأيي عنده نقاط قوة عديدة. نبدأ من حارس المرمى بتاع نجم الساحلي اللي هو قائد الفريق واللي هو زاد قائد المنتخب الوطني التونسي. حارس المرمى بتاع الإتوال عنده 20 سنة كورة في اللو نيفو في ساقيه، لعب رابطة أبطال إفريقية قبله في إسبانيا، لعب كاس عالم، لعب مقابلات كبيرة تحت ضغط كبير مع النجم الساحلي ومع المنتخب الوطني التونسي. نفس الشيء الخط الدفاعي بتاع النجم الرياضي الساحلي يبدو أنه في أحسن الحالات متاعه، قاعد يعطي في مقابلات كبيرة، فما تقريبا زوز ثلاثة عناصر من دفاع النجم الساحلي موجودين أيضا في المنتخب الوطني التونسي. وسط ميدان النجم الساحلي هو في رأيي نقطة القوة، لأنه فما يعني خدمة كبيرة خاصة بين زوز ملاعبية دو بيفو اللي هما معناتها مهمين برشا في النجم الساحلي، وهما بيدهم نلقاهم اليوم قاعدين يفوتوا في بلاصتهم بصفة تدريجية في المنتخب الوطني التونسي. نحكي على محمد بن أمين بن عمر اللي هو واحد من أبرز الملاعبية في تونس، وأيضا أيمن الترابلسي اللي تم دعوته مؤخرا لمقابلة المنتخب الوطني التونسي وكان موجود لبضع دقائق لكنه قاعد يوري في إمكانيات كبيرة، بالإضافة
الحمزة الأحمر العديد الأسماء الأخرى في وسط الميدان اللي قاعدة تعطف الإضافة واللي خليني نقول تهز ديما هي النسبة الأكبر من حمل المقابلة على ظهرها لأنه عندهم من الخبرة شيء الكثير وخاصة من الفنيات ومن الحضور الذهني والبدني الشيء الكثير أيضا. مقابلة كبيرة برشا، مقابلة الحقيقة تونس صعيبة، مقابلة صعيبة في شوط الأول، معناتها السيناريو اللي صار فيه هو راي معناتها حلاوة الكورة وبنة الكورة كي تبدأ معناتها تعمل من الأول تعمل كونتر بيرفورمانس. احنا كنا نتصوروا المنتخب التونسي باش يدخل درجين ربع ساعة باش يسجل هدف يتمنع على المقابلة وباش يضيف هدف ثاني يمكن في نهاية الشوط الأول ولا أو بليوتار في الشوط الثاني. المنتخب الوطني التونسي فينالمون يلقى روحه يلعب معناتها ويؤدي هجوميا، كرة ضربت على العارضة، شفنا المساكني يحاول، شفنا بن عمر يحاول، شفنا عديد الكرات اللي يحاول فيها المنتخب الوطني التونسي. من بعد شفنا معناتها هدف ضد مجرى اللعب كما نقولوا نحن في لغة صحفيين، المنتخب الغيني سجل الهدف. صار كيف الشوك خليني نقول للمنتخب الوطني التونسي اللي فجعت برشا الملاعبية في التيران ستاف تكنيك على البنك وبرشا من الجمهور التونسي اللي خاف من سيناريو ينجم يقلق المنتخب الوطني التونسي. الهدف متاع التعادل اللي جاء في الدقائق الأخرى من المقابلة أكيد من يوسف المسيرني من كرة ثابتة رجع المنتخب الوطني التونسي قبل ما ندخلوا لفترة الراحة، رجع الثقة للمنتخب الوطني التونسي وشفنا شوط ثاني ناسق فيه الأداء بالنتيجة أداء كبير. شفنا تقريبا المنتخب من أحسن المقابلات اللي أداها ضد المنتخب الغيني اللي ما كانش سيء إلى درجة أنه خلينا نحتقر المنتخب هذا، وجيت بعدها الأهداف مع تشاريط متاع أهداف. عنا مدة ما شفناش المنتخب الوطني التونسي يسجل 4 أهداف في مقابلة واحدة و3 أهداف في شوط ثاني، كانت حاسمة بالنسبة لي حتى تعاون المنتخب الوطني التونسي أنه يزيد يحط خطوة كبيرة وكبيرة برشا في مونديال روسيا 2018. هي حتى معناتها كي نحكي تونس ليبيا، تونس ليبيا هي المقابلة الختامية في 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 تصفيات المؤهلة للمونديال. المنتخب التونسي اليوم عنده 13 نقطة، المنتخب الليبي معناتها بعيد على الحسابات الكل. هي مقابلة ديربي خليني نقول بين زوز أشقاء، المنتخب الليبي تعرفوا الناس الكل اللي هو موجود في تونس ويعدوا المعسكرات نتاعو الكلها تصير في تونس، هذه نقطة أولى. ثاني نقطة، المنتخب الليبي مكشوف بالنسبة للمنتخب التونسي، يعني نبيل معلول والإطار الفني يعرف المنتخب الليبي أحسن معرفة. ثالث نقطة، لا أتصور أنه المنتخب الليبي باش يقف عقبة قدام المنتخب الوطني التونسي، لأنه بالنظر للإمكانيات الفنية بتاع زوج منتخبات، المنتخب التونسي متفوق كثيرا على المنتخب الليبي، بالنظر أيضا للتحضير الذهني للمقابلة المنتخب التونسي عنده أن أوبجيكتيف يلعب عليه اللي هو الذهاب إلى المونديال. بار كونتر المنتخب الليبي ما يلعب على حتى شيء، ولهنا لسورس وإلى لسورس دو موتيفاسيون بالنسبة للملاعبية كازيمون أبسنت بالنسبة للمنتخب الليبي. بار كونتر اللي هم حاضرين بقوة، فماش ملاعب اليوم يحب يوصل للعين وما يشربش. لعبية المنتخب الوطني التونسي والليستي لارجي بتاع لي جوار وستاف تكنيك والجمهور التونسي، خاصة وقت اللي اليوم معناتها من آخر الأخبار متاع الجامعة التونسية لكرة القدم، وقت اللي اليوم صار اجتماع في مقر الجامعة وتم إقرار عدد 50,000 تذكرة للمقابلة هذه، تقريبا معناتها ملعب رادس باش يكون معبي أمام المنتخب الوطني التونسي، واللي من 2004 نذكر المنتخب الوطني التونسي ما عباش مدارج ملعب رادس وقت اللي هزينا الكوب دافريك. دونك اليوم فما اوبورتونيتي جديدة، فما شانس كبيرة للمنتخب الوطني التونسي حتى يمشي بعيد، حتى يتحقق حلم العودة للمونديال، حلم العودة جودي بيان، لأنه مش حلم المونديال، لأنه مشينا في 4 مرات سابقة المونديال، إن شاء الله باش تكون المرة 5، وبالتالي نتصور اللي المنتخب التونسي أقوى برشا فنيا وذهنيا وبدنيا وليسورس دو موتيفاسيون كما قلت أقوى برشا من المنتخب الليبي، وهذا في رأيي اللي باش يصنع الفرق. تشيكي كاساري ولا فوماج؟ والله شكر الكنزالي لافون ماتش. لافون ماتش سي ان بروجي جديد في حنابا اللي الحقيقه معناتها مش رمي ورود، ولكن معناتها انا بيدي معناتها كمقدم برنامج ما كنتش نتصور التفاعل الكبير اللي باش نلقاوها بري دوز ابيزود من لافون ماتش. معناتها تعدينا توا دو فوندرودي، دي رياكسيون كانوا مزيانين برشا، متابعة كانت بنسب محترمة جدا نقول، وهذا أكيد الأرقام تثبت ومش أنا نحكي عليه. أيضا تفاعل وسائل الإعلام من صحف إلكترونية وصحف يومية وإذاعات
على البرنامج، على طريقة تقديم البرنامج، على الكونسيبت الجديد في البرنامج، على الديكور الموجود في البرنامج، على لي مايو واللي بولو اللي اختار انه الفريق نتاع البرنامج انه يعول عليهم باش يعطي خليني نقول في تونس مستانسين برشا. انا بيدي كنت مستانس في سويعة سبور وبرامج رياضيه اخرى، كنت مستانس في كوستيوم وكرافات، تظهر حاجه كانها مش في الاسبريم تاع حاجه ايميسيون سبورتيف. بار كونتر البرنامج هذا حاولنا نخدمه على كل شيء، حاولنا نخدمه على الكولور في الـ في الـ في الـ في الديكور، في الجينيريك، في الترانزيسيون، في اللابياج بصفة عامة. وبالتالي كانت تجربة إلى حد الآن أقول إنها مميزة، إن شاء الله نواصلوا فيها، وهذا ما ينجم كان يزيد يعطينا ويحملنا ثقة ومسؤولية أكبر إنه نزيد ونحاول نقدمه بالبرنامج هذا في الفترة القادمة. أكيد لافو ماتش مازال مولود جديد، قاعدين نخدمه باش نكبروه، فما بروجيات قاعدين نخدموا عليهم من توا. لافو ماتش عندنا، لافو مونديال عندنا، أنا قاعدين نخدموا في برشا حاجات من توا، دونك يلزم برشا خدمة برشا صبر. إن شاء الله باش نحاولوا نعطيو أن برودوي وأون ماتيير اللي تكون مهمة واللي تكون تحظى برضا. خلينا ديما نقول نبداو بالرضا نتاع المشاهدين في انتظار نال الإعجاب نتاعهم، وبالتالي إن شاء الله تكون تجربة باهية، وإن شاء الله تكون تجربة تعطي الإضافة للمشاهدين بصفة عامة. الهوايات الهوايات برشا الهوايات برشا، أنت مغروم بسبور، كور ديما، نعم فوتين ديما. من جمعيات في تونس أنا ديكلاري الحقيقة، معناتها ما نحبش نديكلاري جمعيتي. أنا بالنسبة لي في تونس عندي جمعية نحبها، ما ديما معناتها نحب نقعد دون لو كادر نتاع لو بروفيسيوناليزم حتى وقت اللي يبدا بعيد على حياتي المهنية، دونك حتى في حياتي العائلية ما نحبش ندخل هذا في هذا، ولا مع اصحابي ما نحبش نحكيه في الجمعيه نتاعي. بالنسبه للاوروب عندي جمعيه نحبها اللي هي في سي بارسلون، وعندي منتخب نحبه برشا اللي هو المنتخب الالماني. دونك في تونس بتبيع المنتخب الوطني التونسي، وجمعيه كيما قلت لك جو بريفير اني جو ديكلار با المي كولور، معناتها روحي قبل ما يكون للناس اللي يتبعوا يتفرجوا. شكون من لي شوار اللي عملت معاهم ديز انترفيو برشا؟ شكون احسن شوار، احسن انفيتي، احسن حاجه؟ لا ما نجمش نقول لك احسن انفيتي، حضروا معايا الكل، حضر معايا سي نبيل معلول معناتها كانت حصه مميزه، حضر معايا خالد بن يحيى كانت حصه مميزه، وحضر معايا حاتم طرابلسي كانت حصه مميزه، زياد الجزيري، زبير بيا، معناتها اسماء، عادل السليمي، فوزي الرويسي، شكري الواعر، اسماء ما تنجمش تخير واحد على واحد فينالمون، ما تنجمش تقول راهو اليوم معناتها حصه مميزه مع شكري خير من معناتها نجوم كره القدم. بالحق نشكرهم الكل اللي هما تربطني بهم وباغلبهم علاقات مميزه، وسامحوني كان نسيت بعض الاسماء لانه ما نذكرش، ما حضروا معايا ضيوف كبار برشا كبار برشا على مستوى رياضة كرة القدم التونسية، ونتشرف بهم الكل. وأكيد حتى نيس بوجلبان معناتها حضر، ومن الأسماء الكبيرة اللي نتشرف بهم الكل، واللي بالحق معناتها يعطيوا إضافة للحصص كي يحضروا، ونشكرهم الناس الكل. دونك معناتها برشا أسماء اللي كانت معاهم ذكريات جميلة برشا في البرامج الرياضية. نحكيو على الرابطة الأولى والرابطة الثانية، كيفاش ترى الرابطة الأولى والرابطة الثانية؟ سنة 2017-2018 معناتها سيزون جديد، سيزون جديد. أنا نقول اليوم فما حاجة باهية خلقها المنتخب الوطني التونسي، سيكو المنتخب الوطني التونسي اليوم يمكن عندنا برشا عوام ما شفناش المنتخب الوطني التونسي يستحوذ على اهتمام التوانسة والشارع الرياضي بصفة عامة. كانت ديما الاتوال والاسبيرونس والكلوب والسي اس اس هما اللي يجبدوا الجمهور، اليوم نحسوا كاين البطولة مازالت ما بداتش ريالمون، نحسوا كاين المنتخب الوطني التونسي هو بريوريتير في نظر الشارع الرياضي، وبالتالي اليوم الصورة مازالت ضبابية على مستوى البطولة الرابطة المحترفة الأولى ولا الرابطة المحترفة الثانية. معناتها تقعد ديما الافضليه الفرق الاربعه الكبيره، النجم الساحلي، الترجي الرياضي، النادي الافريقي، سي اس اس، اكيد جمعيات كبيره وقاعده تلعب في البطولات الافريقيه كما كنا نحكيوا قبيله، وبالتالي معناتها ديما تقعد الكره في تونس مرهونه في الاربعه اسماء كبيره مع كيلكو زيرسيبسيون، افيك كيلكو زيرسيبسيون اللي يخلقوها كل عام جمعيه
من الجمعيات دونك فما كيلكو زيرسيبسيون كيما عملناو البنجردين وتعملناو المتلوي دونك كل عام تخلق جمعيه من الجمعيات اللي نسميهم اونتر جيمي جمعيات صغار يخطقوا الريسبسيون ويعملوا بون سوربريز في الشامبيونات نتاعنا. كلمه لك شيك شو تحب؟ والله ميرسي بور الانترفيو ساعة يعطيكم الصحة على المقابلة هذه إن شاء الله. لا لا با دي تو إن شاء الله إن شاء الله موفقين في القناة نتاعكم وإن شاء الله باش نكونوا من المتابعين للبرامج نتاعكم وعلاش ليه ان شاء الله تكون برامج عندكم برامج رياضيه وعلاش ليه اكيد تثري المشهد الرياضي في تونس لانه ديما نقول راهو الكونكورنس باهيه معناتها حتى لو كان هي صعب المهمه نتاع الصحفي ولا المعد ولا مقدم البرنامج لكن تقعد ديما الكونكورنس حاجه مهمه برشا باش الناس الكل تلقى عندها موتيفاسيون تلقى عندها كونكورنس تخليها انها تزيد تحسن من الاداء نتاعها في اي قناه وفي اي برنامج رياضي.